إذا أكل تمر على الريق، يعني أول شيء تدخله على الريق تمر يرتفع سكر الدم، جرب تدخل معه وجبة فيها دهون. هذا عبارة عن بروتين ودهون، بيض. بيض إذا أكلت البيض قبل التمر، هل سكر الدم يبي يرتفع مثل لو أكلت مباشرة التمر؟ لا، حكم مختلف. هنا معدل امتصاص سكر الدم إذا دخلت البيض بيكون أقل، يعني ارتفاع سكر الدم بيكون أقل من أنك إذا بدأت بشيء حالي بشكل مباشر، لأنه إذا دخلت التمر لحاله حيكون صافي، تمر صافي بيور داخلي. لا، هذا طبعا في حال أنك من النوع اللي إذا أكل تمر يرتفع سكر الدم، لأنه ارتفاع سكر الدم سيعتمد على نسبة مقاومة الإنسولين داخل الجسم لديك. هذا أحد أسرار رشاقة الإيطاليين هنا، اللي هو خلط الدهون مع الكربوهيدرات، خلط زيت الزيتون مع المكرونة ومع البيتزا. أنتم شفتوا قبل أمس لما قدموا البيتزا وشلون صب زيت الزيتون عليها بكمية بعض الناس يقول مبالغ فيها. لا، مش مبالغ فيها، أنت إلى الآن ما عرفت القيمة الغذائية للدهون. فهنا كل ما أنه كان السكر الدم منخفض أو لم يتم ارتفاع سكر الدم بشكل سريع، لا تهيئ الجسم ل فرصة أو ما تعطي الجسم فرصة لتكوين دهون جديدة بعدم ارتفاع سكر الدم بشكل عالي. تقريبا العائلة الواحدة ترى تستهلك 1 لتر من زيت الزيتون بالأسبوع. 1 لتر.